اهلا بحضراتكم من جديد. بعد القراءه الفنيه في مشهد الملف النادي الاهلي مع كابتن ضياء السيد، الكابتن او المشهد الاعلامي نفسه في كتير من التفاصيل المؤثره على الاداء العام واللي عامله جدل كبير في الراي العام. عشان كده كان من المهم يكون معانا واحد من نجوم النقد الرياضي واصحاب الاراء اللي انا شخصيا بسعد بيهم جدا اكتر من سعادتي بانه صديق عمر، الناقد الرياضي العزيز الاستاذ عصام شلتوت. اهلا وسهلا بيك حبيبي يا استاذ ابراهيم، ربنا يخليك. على المستوى الرسمي طبعا استاذ، لكن احنا طبعا اخوات اصحاب وعشره العمر يعني. ربنا يخليك، احنا بنسعد بيك دايما حبيبي. وبعدين قاعد على كرسي المهندس عدلي، فاوعى وشك. لا طبعا، الا ده مالوش حل يعني. طبعا عدلي فرق بيننا وبينه سنه ولا حاجه، مش عشان هو كبير مقام طبعا، لكن لا اقل من أكم سنه، اكم من مشاغبات انا وانت بالذات يعني. ربنا يديله الصحة. يو يا ابراهيم يو يا ربنا يديله الصحة يا رب. تعرف مجرد ما هو مسافر في رحلة عمل خاص كده في لعيبة، لا كله بدأ يكلمني. ما انا بقول لك كده، ها جايين امتى؟ ده حد من اصدقائنا المشتركين بيكلمني، هو انت معاك المهندس عدلي النهارده؟ قلت له لا. قال لي بس يبقى الخبر صح. قلت له ايه؟ قال لي جالي خبر انه موجود في السعوديه عشان بيخلص في اللعب الفلاني. ايوه. قلت له يا راجل هو موجود في السعوديه بس في شغل خاص. اي صديق اخر يقول لك في تركيا، وقت انا يقول لك مين قال ان هو محتاج يسافر بنفسه يعني. وكان الحكايه رجعت لورا، ما بقاش في هذه الاوراق الواحد يعني. معلش، هو ده دايما يعني طبيعه الشغلانه والتوقيت ده. امل الناس دايما في منظومه النادي الاهلي ان للاهلي رجال، وانا بتعجبني قوي ما تخافش على الاهلي يعني. فعلا منظومه مؤسسه يعني اسست. وده برضو اللي بيزعل الاخرين يعني، انه في الاخر الاهلي لا يقف امام اسماء مهما كانت من العيار الثقيل يعني. لانه في الاخر يعني مش محتاجين نقول ده. هل يمكن ان انت وقد يعني وهبنا الزمان الكثير ان احنا نشوف المايسترو يعني، او انا بسميها الاهلي المعاصر اللي احنا لحقناه يعني. أيوة. كابتن صالح بكل عمق التاريخ الباقي. أيوة. هو كان ينفع حد يقول لكابتن صالح الله يرحمه كذا كذا فيقول له روح للمدير؟ ممكن يقول له انا مالي يعني. صحيح. ايه الموضوع يعني؟ صحيح. ما لم يكن لديه يعني مجلس في غرفة المجلس مش مكتب الرئيس. أيوة. قاعد مع أصحابه في النادي، عضو جمعية عمومية. الموضوع ده مزعج جدا يا إبراهيم. وكل ما الدنيا بتنقرض فيها، أولا مستوى الأداء اللي هو اللي بتعمق فيه الجمعية اللي بتختار مجلس يعني، ولو أن برضو فكرة الجمعيات هنا ما هياش الفكرة العظيمة يعني. ما هي الجمعيات برضو اللي بيقولك ما هو الناس بره الجمعية 12 واحد و4 من الجمهور، لأن دول صحاب الحكاية. بعد أن هم الأونرز، هم النموذج الوحيد اللي تقريبا مختصر مئات الألاف من أعضاء ما شاء الله المقرات الأربعة إن شاء الله في 1/6 هو النادي الأهلي، لأنه هو مكتوب دايما في منذ شهادة ميلاده أن المالك الحقيقي هو الجمهور، وبالتالي خلاص هي مختصرة كأنهم أونرز بالفعل. عشان كده السيستم ده مزعج جدا. ما هو أنت مش معقول تفضل تنجح وأنا ما حدش بيعمل أي حاجة، منتخبات كانت أو الأغلب الأعم من منافسينك، وابقى انا يعني عايز اسيبك. فبدل من المنافسه في تراك سبق، لا حط بقى ايه مسامير، حط حاجات، ما هو مش هتتعطل غير كده. ومع ذلك بيعدي، لانه في الاخر في برضه يعني في يعني انا فكره، بس عشان الناس ما تاخدها زي اللي يقول لك ايه، لا ربنا طبعا ربنا كبير وقدره الله، لكن ما احنا ساعات بنلاعب ناس ما لا دين لها، سيبك حتى من اصحاب الكتب يعني. طب ما بيغلبونا ليه؟ لكن هي الفكره مش توكليه طبعا، لكن في نفس الوقت يعني القوى العليا العظمى دي بتقدر جهد الناس. فهي دي المنظومه اللي عامله هذا الازعاج. وانت قلت حاجه لطيفه النهارده، فعلا لازم كفايه كده، ما حدش بقى ياخد باله، لانه في الاخر عدادات السوشيال والاعلام يعني البديل ملهاش دعوه انت صح ولا غلط، هي ليها دعوه بالرقم، والرقم انت اكثر حرصا عليه، لان الجماهيريه الحقيقيه بالعدد، والدليل في الرعاه اللي عايزين يحولوهم قطاع عام زي الاتحاد السوفيتي، يقول لك نلم الفلوس كلها. وازاي يعني؟ ازاي يعني؟ بما فيهم اللي احترف واللي سافر واللي راح واللي جه،
واللي جه النادي الاهلي لانه القيم التعاقديه وثبات يعني المواقف الماليه وحصصك الدائمه موجوده كان مزعج ليه برضه الامر، بينهم اللي مشي علشان خافوا عليه وعلى اهله فسلموه ورقه، ومنهم اللي اتصور بشبكه الكور وبعد كده حس ان الموقف ملتبس فشكرا، ومنهم يعني اللي جاء فتوسل رئيس النادي بكل ما هو محبه يعني مش مقصودش حاجه فبرضه غادره. حتى كل دول ما بيقولوش ده، اللي احترف ما بيقولش طب يعني هل في الدوري الانجليزي الناس كلها بتاخد ده بطل الدوري ملوش دعوه غير بمكافاه الدوري، لكن الاكثر جماهيريه هو اللي الناس بتروح له. انا اضطريت اقول لبعض الناس ومن اصدقائنا يا اخي زي ما انت بتشتبك ساعات مع متعس ايه يا عم اجيب لكم يعني الرانك اللي فيه الشركات كلها شركات خاصه بالتعدويه واسماعيلاويه وزملكاويه، لكنه عند اداراته التسويقيه بيختار الاكثر عدد، ما هو في الاخر عنده حاجات بيبيعها وعايز عدد بالظبط وعايز ضمانه كمان انه لا البتاع البانر يقع ولا التيشيرت يترمي ولا اي حاجه. المساله بالعكس ده انت في قيادات لهذه الشركات والبنوك لما بتتعاقد مع النادي هم نفسهم مش اهلاويه. ما انا بقول لحضرتك يعني انا اذكر هنا استاذ اعتقد طارق الخولي رئيس بنك سيب طبعا كان الراعي اللي فات للنادي الاهلي للنادي الاهلي، وهنا معانا في ملك وكتابه قال لك انا زملكاوي بس انا كبنك لما اقدم على الارتباط بحد برتبط بحاله هتنجح لي وهتحقق لي اهدافي السر ملهاش علاقه خالص خالص. ما انا قلت لك بقول لك اللي بعد اصدقائنا امبارح كانوا قلت لهم انا يعني مش عايز احرقكم واجيب لكم اسماء الشركات عشان هتعاملوها بنفس الحكايه لا ده يبقى مش اهلا ده يبقى مش زملكاوي ده يبقى مش اتحاداوي ازاي ده راجل عنده سلعه يروج لها بالزبط. ازاي القيم كلها في الدوري الانجليزي مش للبطل، وحضرتك عارف انا بقول لجمهور القناه لا للاكثر شعبيه ممكن يكون في نص الجدول شوف مانشستر يونايتد ما انا بقول لحضرتك اعلى قيم سوقيه لكن واعلى مداخيل مش البطل ومش البطل بقاله كام سنه انما البطل ليه مكافاه اهل الرسالة، ومع ذلك وجود المان يونايتد ضمانه لان الباقيين ياخدوا الحصص بالزبط. المتفق عليها بالظبط بالظبط كده. طب ايه اللي يزعل في كده وايه اللي ياخر نادي عشان ما بياخدش زي الاهلي ويقولها نجم كوره محترف؟ طب انت لما رحت سالزبورج ما خدوش ليه بقيه الفرقه؟ لان انت فئه لوحدك وانت راجل يعني قيمه العقد الناس هتعرف ترد بيها فلوسها ستزيد من قيم الفريق كاملا. طب ليه بتقولوا للناس كده؟ وبعدين انا قيمتي السوقيه جايبه لي 10 قروش والله روح انت تشطر في السوق ان شاء الله تجيب 15 انت لا عايز تاخد نص العشرة مني قطاع عام بالظبط والله اشياء انتهت مع سقوط الاتحاد السوفيتي ما ينفعش مش ده الفكر خالص بمناسبه الاعلام وبمناسبه حتى الوضع الساخر ده واحد من كتاب او من رموز الكتابه الساخره الاستاذ عاصم حنفي. عاصم حنفي عضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي وزي ما اطلق عليه ساخر روزا اليوسف لانه واحد من اللي اثروا مجله روزا اليوسف طبعاً. لسنوات طوال بهذه الكتابه الساخره. كان يعشق الاهلي وسيعشقه ان شاء الله دوما ودخل في مرض بقاله 10 12 يوم في غيبوبه. لا حول ولا قوه. النهارده الحقيقه الصديق العزيز الاستاذ حمدي رزق عمل كتوبه هايله جدا في مصر اليوم عن الرائع عاصم حنفي. قال حمدي رزق الصاخب اذا لفه الصمت. والحقيقه بيقول يعني بيحكي كتير عن يوميات عاصم حنفي ايام طويله مضت على غيبه اخي الكبير عاصم حنفي لفه نزف عميق في جذع المخ خطفه طائر اسود اذ فجاه من بين احبابه واصحابه ومريديه كبرق خاطف باغته وافزعنا وغادر مقهاه الشهير في المنيره. وواحد من جلساء مقهى شهير في المنيره. والحقيقه عاصم حنفي يمكن كان باستمرار مع الصديق اسامه سلامه والصديق ابراهيم منصور والاستاذ حمدي رزق قضيته دايما في قعداته على القهوه النادي الاهلي. دايما يقول لك اللي عايز يكسب عاصم حنفي في الطاوله الحاجه الوحيده اللي تاثر على تركيزه ان انت تكلمه على الاهلي. تكلمه عن النادي الاهلي صحيح. فرجل عشق الاهلي بعمق وصدق وقال لحمدي رزق عمنا الجميل
يجيد الإنجليزية لكنه يفضل العامية الشعبية، حافظ الأمثال الشعبية، متسق مع أصوله الشعبية، ابن المنيرة الطيبة، صوته جهوري ومزاجه شعبوي، صاخب في محبة الأهلي. هو صاخب في محبة الأهلي، يعني ممكن يدخل في مناكفة ومناهدة مع أي حد دفاعا عن الأهلي. ده تأكيدا لكلام الصديق العزيز عصام، إنه المسألة مش محتاجة كل ده، الأمور بتبقى واضحة، لكن هي المهابرة والمنادة. على كل إن هي كتوبة رائعة من حمدي رزق، نتمنى إن شاء الله تعالى للأستاذ عاصم حنفي كل الشفاء، وإنه يفيق من هذه الغيبوبة التي طالت، ويرجع لقرائه ويرجع لمقهاه ويرجع لكل عشاق كتاباته الجميلة اللي أثرت الصحافة المصرية لسنوات طويلة. أستاذ عصام، وانت بتعرج على موضوع بطاقه التموين في الانتخابات في الاحتراف، كان الكابتن ضياء السيد واحنا بنتكلم على اوضاع اتحاد الكوره. صحيح. من ضمنها يعني هو ضياء اشار لمساله، انت عندك منتخب واحد، الدوري اتاخد للرابطه، انت المفترض متفرغ للمنتخبات ولجنه الحكام. لجنه الحكام مش افضل حال. لا، لجنه الحكام الحقيقه كل يوم حاله يعني كارثية الحقيقة، وبنقول لهم ده انتظارا لرد حتى نقوله للرأي العام. الحقيقة أنا ده يعني مش عارف ليه الراجل البرتغالي بيريرا يعني بيفكرني بحاجة كده، كان زمان الأستاذ العظيم سيد بدير رحمة الله ليه دور كده في فيلم سمار أعتقد، اللي هو الراجل الهلهلي اللي في الآخر يطلع الضابط. هل هو بيلم الخيوط ولا اتخبل من اللي شايفه ولا ايه؟ لانه الراجل ده سيرته الذاتيه انه اقام يعني اللجنه في بلاده وفي اليوفا، يعني مش عارف ازاي الراجل مش قادر. يمكن ظهر له ملمح لما قال الحكامة تبقى كل درجه لوحدها عشان يقدر يتحكم في اللي في ثالثه يروح ثانيه واللي في ثانيه يروح اولى، او اللي في اولى ينزل يبدا يفنطهم. المره الوحيده اللي جمع الناس كلها حصلت خناقه بتاعت محمود دسوقي وغيره، لكن الكابتن توفيق والكابتن محمد فاروق والكلام دايما لازم تقوله ان احنا لا نعتدي ولا نقوى حتى على ده على اشخاصهم الطبيعيه. احنا بنتكلم على شخصة الحكم. لما يبقى بينك وبين تونس معاهده او بروتوكول على انه ياخدوا حكام ومقبلين جدا، فتيجي تفنش ده لانك بتستدعي أول حاجة أمين عمر عشان يحكم ماتش بالغ الأهمية فيطلع بالقاس ورايا ويرفض أمين عمر، وائل فرحان هناك حاكم ماتش جامد وحبوا يستبقوا لمباراة أعتقد الترجي والأولمبي الباجي أو النجم لا ده كان محمد معروف الترجي والأولمبي الباجي، فيتم استدعائه يوم الثلاث، ينزل الراجل من الطيارة يلاقي على الواتساب بتاعه أن عنده ماتش الزمالك في اليوم الأربع، لا فيوتشر وسيراميكا، فيرد انه اولا راجع من السفريه نظرا للاهميه البالغه، والاهم من ده قال لهم يا جماعه انا بالنسبه لنادي فيوتشر انا حكمت 10 صفاره منهم 5 لفيوتشر وحكمت فار 4 فما تزودوهاش معايا، فانا ليه بتحطوني يعني في الموقف؟ الموضوع محرج. صحيح. خاصه ان انا بلاحظ ان زمايلي بيتكلموا عن التقسيمه فيوتشر او غيره وانا معايا شويه ارقام يعني للحكام يعني جايبهم معايا، وبالتالي اتقال له لا هو كده طب انا مرهق، لا اتصرف، نام ما تنامش، اصحى ما تصحاش، راح يحكم المباراه. تعرف كمان ان الناس زعلوا جدا ان لغه الخطاب عن فلوس لمحمد معروف والطاقم اللي كان قبل وجوده في طبعا هناك، الناس ما بتصرفش غير علشان خروجك من المطار مؤمن، بلاد ليها نظم يعني خاصة في ظل الاقتصاد العالمي والعملات الصعبة والزنقة اللي بقى الشرق الأوسط بالذات نتحمل كل الويلات دي. فيقولوا لهم إنه وزارة المالية أجازة اللي فيها الإدارة دي، فلنستبقي أحد علشان نعمل له الورق ده، وأكيد طبعا ده يبقى يعني في ضيافتهم إلى أن تنتهي عشان يبعتوا الفلوس بدلا كمان من انتظار التحويلات مشكورين. فيتقال لهم لا، عارف أكنك في تجارة حاجات بتاعت أفلام أو مسلسلات زمان دي المانيفاتورة، لا لو ما بعتوش الفلوس مش هنبعت حكام تاني. فالنهاردة
يصدر قرار من الاتحاد التونسي عبر لجنة حكامه أنه تم، أنت عارف لغتهم، استئذان الاتحاد السعودي ولجنته على استخدام حكام ووقف التعامل مع التحكيم المصري. ليه وانت حكامك بتشاف، ليه بنوصل لكده؟ بتوصل لكده مدخول من ناحيه، حكامك بتشاف من ناحيه تانية، اكتساب خبرات وعلاقات طيبه بالظبط بعد مباراه بقالها 48 ساعه اعتقد قبل، يعني الجغرافيا ان اليوم خلص على الساعه، يقول لك اصله بيريرا سال على محمد معروف ومع عمرو الشناوي اعتقد اللي راحوا كاس العالم الارجنتين. طب يا عم، طب كنت تقولوا سيلعبوا اليوم والقنوات الناقله وسنتابعهم بشغف، لكن لما زاد السؤال الإعلامي ومفيش حد، الحكام دول ما لهمش حد يسأل عليهم، فيتم السؤال أو الإجابة أو التصريح من اللجنة بعد 48 ساعة من المباراة. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني آن الأوان إن إحنا يبقى عندنا نوايا للتجديد، آن الأوان إن إحنا نعرف إنه الحكم الأجنبي مدعاه لإصلاح التحكيم في مصر، وأن رئيس لجنة أجنبي، سيبك من الكلام الصغير بتاع الراجل جاي ياخد فلوسنا، لا الموضوع مش كده، الموضوع الراجل جاي يقدم شيء. طب لما يتخض، لما تحصل خناقة وحكم يبكي من شدة الظلم، فلما الناس تقوم بالزعيق، الراجل بيقول لك عمل كده ابراهيم تهيالوا ان بشدة الكرسي دي لكون هيبقى فيه ضرب كمان، فيقول للناس يا جماعة، الراجل قال له انت الترجمة واصلة مش مظبوط، فيقول لهم خلاص اللي عنده حاجه مش عايز يقولها هنا يجي لي على الاوتيل اللي انا نازل فيه. واكم من ده، ونكلم السيد جمال علام، هذه تصرفات فرديه المره دي من الكابتن توفيق، وهو موجود الراجل يرد علينا او على شخص المتواضع يعني، وقبلها كابتن احمد ابو العيله برضه بتصرف فردي اخر برضه ترجم للراجل حاجه غير اللي بيتقال، فخلاه قال للراجل الحكم ده انت لازم تصحح لي موقفك. طب هو انا عارف موقف ايه؟ لولا ان احدهم يفهم في الانجليزيه غير بقى اللي بيكتبه بالعربي، وانت عارف وانا عارف اي نيد تاكسي وير از ماي روم بالعربي. طب يا عم ما تعلموهم انجليزي، مش عيب والله، ما فيهاش بدايه حاجة. التطوير، بدايه التطوير. طب هاتوا حكم اجنبي وطاقم اجنبي بس من الخمسه الكبار، ودعيه تاني يوم هو لا زال حكم عامل، ما قلتلكش هاتوا يعمل محاضره، هاتوا يا اخي ضيف يوم زياده وخليه يتفرج على الماتش مع الحكام المصريين، يشوفوه جاي الصبح ما عندوش بقى ماتش جاي ازاي، هو ده عيب. مصر دي بيستعان بخبراتها في اوروبا وامريكا واستراليا، فاحنا لما نستعين مش عيب، ومحدش يطلع يقول لنا ازاي يعني ازاي يجي واحد اجنبي يعني ازاي يعني ايه؟ في مدير فني للمنتخب، منتخب اجنبي يعني وللنادي، انما تيجي عند مدير فني للاتحاد لا، اللي هي الفرائض الغائبه بقى. تيجي عند تسويق حقيقي لا. هي الحقيقه الحته دي عند الكابتن جمال غندور وكابتن عصام عبد الفتاح طبعا، يعني تحديدا يمكن جمال الغندور اكثر حرصا على حته انك انت عايز يصر ليه ما يجي ليه انا اولى. يا جماعه، اولا الكابتن جمال غندور وكابتن عصام وصلوا لمرحله انت المفترض اكبر من الاداره التنفيذيه للجنه، احنا محتاجين الناس دي تبقى موجوده في لجان بره. انتوا فين من لجنه الاتحاد الافريقي الاتحاد العربي؟ انتوا المفروض تكونوا من كبار خبراء التحكيم والمحاضرين في الاتحادات العربيه والافريقيه والدوليه بمكانتكم، لكن فكره ان انا افضل دايما اللجنه المصريه هي اللي في قبضتي، اولا قافله على كل الاجيال. وعجبني جدا راي الكابتن وجيه احمد، قال لك ان الاوان ان ياسر عبد الرؤوف ومحمود وسمير عثمان ومحمد فاروق الجيل ده ياخد فرصته في الاداره التنفيذيه للجنه. مش معقولة هتفضل، ما احنا جربنا الكابتن جمال الغندور في دورات كتيرة، وجربنا الكابتن عصام عبد الفتاح في دورات كتيرة، انتوا خلاص اصبحتوا من كبار الخبراء والمحللين زي الكابتن الشناوي برضو، ما هو الراجل بيأدي دوره التحليلي وايضا كمحاضر دولي. محتاجين احنا المستوى ده، فعلى الاقل سيبوا اللجنة المصرية للكفاءات التنفيذية الشابة وللفكر الاجنبي، يمكن اللجنة تتطور شوية. وانت ليه عاوزه دايما يجي يعيط على كتفك؟ سيبه يا اخي لما يحتاج يقول لك. ده الاب بيعمل كده مع ابنه لما يكبر، اذا كان هو رجل يعني ادى رسالته، بيقول لك سيبه لما يعني يشوف ويتشاف وكذا، اذا احتاجني هيجي لي، لكن انا كل شويه اقول له اعمل ده لا ما تعملش. الواقعه بتاع الكابتن احمد ابو العيله هي واقعه الكابتن جريشه لما ارسل للفيفا، كان عايزينه
يحاضر، قال لهم لا اصل هو بيروح استوديوهات تحليليه. الميل اللي جه يعني الحقيقه ما معناه بيتريقوا علينا انه ده ماله باللي احنا بنقوله، ايه علاقه ده باللي يعني ده ايوه ايه اللي جاب التحليل جنب المحاضرات يعني او انه يبقى محاضر يعني يعني. وقال لك لا ده هم اللي قالوا. يا سيدي انت مش واخد بال، ده انت اكثر متحدث انجليزيه في الموجودين، وده اللي مخليك يا ابو العيله موجود. فانت يعني مش عارف انه في وسائل كتيره الناس هتعرف منها اللي ضر. اللي بيحصل ده كله والمجلس والسيد جمال علام تحديدا، لا الحقيقه صعب صعب اللي بيحصل صعب. الجامعه المغربيه بأوصافهم اللي بيقولوها على اتحاد الكرة أرسلت عبر بقى معرفش الرابطة ممول أي حد يعني لدعامات لمركب محمد الخامس لزيادة عدد الجماهير. هي دي جامعة ودادية؟ هو ده لازم يحصل للمنتخب بس؟ وأنت هنا كاتحاد مصري لا بتتكلم مع الكاف عن الأهلي عضو الجمعية، لما بقولكش اتكلم على الأهلي إنه مصر خالص، مين اللي قال كده؟ لكن اتكلم على الاهلي ممثل مصر، مين الحكم؟ طب بالك باتسيما ده في وقائع، طب اتكلم سرا يعني مد ايدك. هقول لك على حاجه، انت قلت النموذج المغربي، انت شايف منتخب المغرب عامل ازاي والانديه المغربيه عامله ازاي؟ طبعا. واحنا في المغرب في كاس العالم اللي فاتت اهتميت انا والمهندس عدلي، قعدنا مع رئيس الرابطه المغربيه اسمه الاستاذ عبد السلام، حبينا نعرف الدنيا ماشيه ازاي. احنا قابلنا الراجل ده قبل كده في غانا اعتقد. الدنيا ماشيه ازاي؟ بص بقى، لما في تجارب جاده عايزه تشتغل، اولا لما جابوا واحد زي فوزي لقجع، فوزي لقجع ده الامين العام للخزانه، خزانه يعني المغربية. وزير الماليه المغربيه طبعا. جه الملك اداله تكليف من الملك، ده التكليف، حب يعمل الرابطه. احنا بنتكلم على مشاكل الحكام. طبعا. طيب قال لك مما تتشكل الرابطه، انتوا رابطه بتدير المسابقه، قال لك احنا بندير الدوري الممتاز والدوري اللي بعد منه، المسابقتين رابطه واحده لان دوري محترف. طب شكلتوا اللجنه ازاي؟ قال لك احنا 13 واحد ورئيس. مين ال 13؟ قال لك في اربعه من انديه الدوري الممتاز، الدوري الممتاز 16 نادي، في اربعه ممثلين من الدوري الممتاز. هو دوري الدرجة الأولى، ما حدش بيقول ممتاز وعارف وبيع اللحنة الحقيقة يعني. دوري الدرجة الأولى أربعة، دوري الدرجة الثانية أربعة أو ثلاثة، خد بالك؟ كل الفئات المتداخلة اتعملت لها جمعيات. الله. يعني الحكام ليهم جمعية لوحدها. جمعية. بتنتخب مجلس إدارة يدير لجنة الحكام. فلوس الحكام جاية من الدولة، مستقلة عن الاتحاد وعن الرابطة. والحكام العاملين والمتقاعدين أعضاء جمعية عمومية في لجنة الحكام. رائع. بيختاروا عشان دول الناخبين. أيوة بيختاروا الجمعية. جمعية الحكام بيمثلها واحد في رابطة الأندية. جمعية اللاعبين المحترفين يمثلها حد. يمثلها الجمعية المغربية للأطباء الرياضيين. طبعا الطب الرياضي. الطب الرياضي لازم الجهاز الطبي بتاع كل فريق لازم يكون مؤهل علميا، واخد دراسات، مش جايب لي دكتور اطفال واخد بالك هو اللي يمسك ومعاه واحد بشنطه بيجري وراه لا، ده دي الجمعيه بتاعت الاطباء. جمعيه المدربين، لجنه بتاعت المدربين هي اللي بتشرف على تأهيلهم، هي اللي بتوفر لهم الدراسات، هي اللي بتعمل على تطويرهم، هي اللي بتمنحهم الشهادات طبعا. وتبقى بص، الحكام ممثلين، المدربين ممثلين، طب الرياضي، طب الرياضي ممثل، لجنة اللاعبين المحترفين طبعًا. اللاعبين المحترفين مع أندية القسم الأول وأندية القسم الثاني. قال لك كل واحد فينا بيترشح بيدخل الانتخابات بلستة فيها 13 واحد. انتوا عايزين القايمه دي ولا القايمه دي ولا القايمه دي؟ هذا هو الرئيس. أيوة. يعني استاذ ابراهيم يقصد يعني الرئيس بيخش مع قايمه، مع قايمته. انت تختار يا قايمه عبد السلام يا قايمه حسين يا قايمه علي. القايمه اللي بتنجح هي اللي بتدير المسابقه لمده سنتين. سنتين وبعد كده انتخابات جديده، عشان كده في استقرار.
عشان كده في ارتقاء بكل افراد بكل المنظومه، كل افراد المنظومه. والبدايه ان برضه عشان الناس تاخد بالها، مش هم بقى حضراتكم اللي بيبيعوا الاعلانات ولا البث، جايبين بقى ناس شغلتها التسويق ومسوقين. تيجي تقول له خد درهم يقول لك عايز 10 عشان هدخل لك كذا. بص، الرابطه دي بتبيع الحقوق طبعا وبتوزع العوائد، لان هم عاملين نقلين نموذج. ده جايبين مسؤول واخد ملف تطوير الملاعب، ان في عوائد جايه من المسابقتين، لان المسابقتين متباعين طبعا. العوائد اللي جايه منهم في جزء مخصص لصيانه تطوير الملاعب. فعشان كده ما وصلوش للي وصلوا له ده من فراغ على فكره. يا استاذ ابراهيم، نقلوا تجربه كامله. يا استاذ ابراهيم، ما فيش بلد في الدنيا وانا مسؤول عن كلامي يعني انا قلت لهم مره، يعني يا جماعه حكمونا او اشتكونا يعني، لكن ما تخلوناش ننزل اللي بيتكلموا في الاشاره. ما فيش بلد في العالم من انجلترا لغايه ارتيريا، يعني بتكلم يعني بالكره ممكن تكون اقل حتى اهتمام، فبنقول ارتيريا وهي جزء مننا في قارتنا السمراء. ايوه، عندها حاجه اسمها هنجيب الجماعه عشان نعمل لائحه. كل الناس مترجمه اللائحه لغتها اللي هي لوائح الفيفا. ومنها الازمه اللي حاصله بتاعت الانضباط والتظلمات، ان ده كله موجود. ما هما بيترجموهاش ده بقول لك دي الابسط، لان دي بقى بتعليمات فيفاويه خالص. الا اللجان القانونيه بقى. ايوه، لكن انت لازم تترجم نظام على بعضه. الربط ازاي؟ على فكره انت مترجم وانت عندك لوائح ومعتمده من الفيفا. لائحه النظام الاساسي ما معتمده من الفيفا، بس مين اللي بيطبقها؟ هي دي بتطبق؟ لا، هي ما انت العيب في التطبيق. ما هناك ورقه بتروح وشغل بيتعمل هنا. لا والله، حتى بنودها، يعني البنود الملزمه في لائحه الفيفا موجوده في اللائحه المصريه، بس ما حدش بيطبق. زي ما انا بقول لحضرتك، في ورقه بتروح يجيبوا عليها التوقيعات والموافقات غير اللي بيطرح هنا. وخش بقى في شبكه من ايه، تقول له طب انت عندك، لا يقول لك لا ما هنا في اذا. لا يا عم، الكلام واضح، الكلام مترجم. المغاربه بعد ما الملك قال ما معناه يعني عيب عليكم الكره المغربيه تبقى في الوضع ده، اول حاجه استعانوا بيها من اصحاب الخبرات، الناس اللي في المهجر. هم دول ايه؟ مش تبعنا. كل المدربين المغاربه اللي في فرنسا واللي ماسكين حاجات كمان، مش بس هاجج يعني في فرنسا وخلاص، علشان ينقل تجربته. حتى يا سيدي لو مش هيشتغل يجي يقعد وينقل تجربته ويرحل في امان الله، ما هو ده وطنه برضه في الاخر. وبالتالي حتى اللعيبه، انت في مدرب جه هنا دور على قوائم لمواليد المهجر المصريين؟ ده كتير قوي وبيلعبوا في حتت كتير قوي. لكن هنا المدرب، ومحدش يزعل مني، او بعض او اغلب عشان ايه ما نعممش، يقول لك لا يعني انا اجيب بقى عيل بقى يتنطط عليا بقى ويسال وبتاع. هو عايز الولد اللي يقول له ايه يا عم الترنج ماركه كذا، او معاك يا كابتن، ولا الفلوس اللي مسكتها اول مره منين؟ من كابتن منيس. يا عم ماشي والله ماشي. وعشان كده هي كراسي موسيقيه بتدور في فلك. فلما يجي واحد زي ايمن الرمادي يقول لك ايمن الرمادي مين؟ ليه؟ معاه شويه شهادات قد كده، عمل بدوله الامارات، يعني فكوه بالاكراه عشان نفسه يعيش شويه هنا بمنطق يعني حلو النجاح على ارض وطنك الاول، صحيح دي بلده الثاني وكل حاجه، لكن لا يمكن ابدا حد يسمح له بتجربه غير كده. لانه في الاخر على ذكر التجربه بقى، يعني بصراحه حتى الدول اللي حوالينا مفيش في المنافسات الثنائيه اللي بيها بينها الحاله المصريه اللي حاصله. يعني انت الاهلي نموذج شغال، الزمالك اشتغل لكنه بيشتغل ضد الاهلي في الكلام والرغي والمشاكل اكتر ما بيتفرغ لانتشال الزمالك نفسه او مساعده الزمالك نفسه. كل طبعاً كلمه الاهلي طرف في الجمله طبعا، وده مش هتلاقيها لا بين الترجي والافريقي، ولا الترجي مع النجم، ولا الوداد مع الرجاء. الثنائيات كلها شغاله. النموذج الوحيد اللي بيعملوه في البلاد دي انه فعلا زينا زي اي حد، المنافسه. مش هيروح يشجعه يا سيدي لانه ما هياش مهمه وطنيه. ما انا بقول لك، لكن ما بيقولش ايه بكره يموتوا يا رب. لا يا جماعه، الموضوع مش كده.
في يعني خلاص براحتك، ده موضوع كل العالم عايشه وكل حاجة، لكن بتحترم لكن مشاعر، تحترم مشاعر الآخر يا أخي. إذا كان جارك في مناسبة وإنت حتى ما بتحبوش فلتغلق البلكونة يعني، لكن ما تروحش محدف عليه حاجات أو تستعدي عليه ناس هايبوا الجدد دول أو يعني لا، الموضوع لأنه في الآخر ناس بقى أكل عيشها إبراهيم للأسف هو ده. أنا دلوقتي أقول لك ها إحنا واقعين ليه ونعالج، ولا اقول لك ان ورا ده ان الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه؟ ما هي دي غريبه. تخيل ان في ماتش النجوم برضو الموقف، والموقف كان كابتن حسني عبد ربه لانه قاله علنا يعني ما قالوش سرا لحد، قال لك طب ما تشوفوا الاهلي بياخد كام والاسماعيلي بياخد كام. انا قلت يعني هل ممكن تتقال كمان ان الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه؟ اللي انت وغيرك وانا وكلنا بنقول اذا كان يعني المصري ما بيلعبش. تخيل وانت تخسر في مباراه في كاس مصر من فريق امام درجه ثانيه او درجه ثالثه يعني يعمل على الصعود وراجل وانت في ملعبك، فتقول دون ان يسالك احد ان يعني العنصر الرئيسي شوفوا احنا مدخلنا كام ومدخول الاهلي كام في بند الرعايه. ده لعيب دولي. ما انا يعني ما انا بقول لك، انا بقول لك لا يعني يعني عارف انه ما فيش فرقه ما فيش دوله في العالم فيها فرقه بتاخد زي فرقه. يا استاذ ابراهيم الكلام ده رجني جدا والله العظيم. ما بقول كده رجك على مستوى التفكير. ايوه التفكير، ما انا بقول كده. ده لعيب دولي، ده لعيب دولي وحد. هو نفسه انا هسألك تامل ان هو يزيد يعني ويزيد الاسماعيليه. هو نفسه واحد زي حسني وهو في الفرقه نفسها كان بياخد زيه زي بقيه اللعيبه؟ لا ما انا قبل ما اقول اسمه قلت هو لما راح ستراسبورج خدوا معاه سته عشان قال لهم اجيب ولا حتى دخلوا في الفرقه بتاعته. لا يمكن ولا لا يمكن لا يمكن لا يمكن. بس هو برضه بيعزف على الوتر اللي بيحبوه. هي دي اللي بيحبوه. هي دي علشان ينجي من يدير. أيوة. من ان الجمهور يسال احنا بنخسر ليه؟ ما هو انت عندك حاجه جاهزه، عندك يعني حاجه جاهزه، شماعه. ما هو جاهز، شماعه جاهزه، خش على الاهلي عليه انت الكسبان. شوفوا الاهلي بياخد كام، يطلع زملاء في القناة الفأوية للنادي المنافس علشان طول الوقت الأهلي. طب يا عم اعمل زي الأهلي، يعني آخر ما تزهق تقول له اعمل زي الأهلي. بالظبط. يعني ما عندناش أي مشكلة إنك تعمل زي الأهلي، بس قول للناس كلام. أيوة. يعني تخسر قضايا مع ناس آخرين وزملكاوية. فلو جيت تذكر بده يشتمك. يعني لو جيت تقول له إنه خصوم في قضايا مالية ممدوح عباس على عباس سيد يعني زملكاوية بنمرة واستمارة دكتور عبد الله جورج مش عارف مين تاني مصطفى يشتمك ليه؟ لأن لازم أنت ما تقولش أولا إنهم زملكاوية هو يطلعه مع إنه ده أو ده أو ده هو راح المحكمة. ما أنا بقول لحضرتك يعني هو خد قرار بالحجز قبل المحكمة. سيد إبراهيم بتصل إنك أنت تقول ومع ذلك مش مشكلة. يعني ايه مش مشكلة؟ انتوا بتصدر ايه للناس عن القانون والقضاء والحكم؟ هل يصلح انه منطقة ما مثلا هنقول مثلا مدينة الانتاج دي منطقة، هل يصلح ان انا وانت عاملين حاجة فيها مشكلة ويصدر ضدنا حكم فأهل منطقة مدينة الانتاج يذهبوا ويقولوا للقانون والأجهزة التنفيذية ثم التحقيقات ثم حكم المحكمة احنا جايين لكم بقى عشان نقول لكم لا احنا رأينا تسيبوا الناس دي ازاي؟ ايه اللي احنا بنصدره؟ انت بتاخد اجراءات التقاضي والتعامل والتعاطي القانوني على الحكم نفسه. ما انا بقول لحضرتك كده، انت طعمت واستأنفت ولجأت وعملت والحكم اتأيد، بس الاهلي ماله؟ هو انا بقى ولا الاهلي ولا اي حد يمثل الاهلي قال لك تعمل ايه معاه؟ او قال لك مثلا هو اللي يقول لك اشمعنى الاهلي ما بيحصلش فيه كده؟ عشان ما عندوش سوء اداره ادت الى كده. ولو عنده عشان بيفي بالتزاماته، يعني ولو عنده لعيب بينتهي تعاقده او بياخد نهايه عقده انت بتسوي كل امورك التعاقديه مع لعيبتك ومع مدربيك، فما حدش بيروح يشتكيك. ولو عنده حد اشتكاه هتقدر تعلق؟ لا ازاي تعلق؟ مش هينفع. هتترك الاداره تتعامل قانونا، هي حره بقى صح غلط هتشيل شيلتها. لكن لما تقول كمان في الاعلام، لما تقول في الاعلام انه الاهلي صرف مليار، طب ما تقول كمان انه كسب له يجي 20 مليون دولار من بطولات. هو ده بره الحساب كلها غلط بقى صوت. يعني انا همشي منها صح. هو مش في مدخول كلها ارقام بقول لك مش صحيحه بالمره. طب والمدخول يا عم قول المدخول. طيب قول نص. اولا انت ما قلتش البطولات صح اللي الاهلي حققها،
رقم اتنين، انت ما قلتش هذه البطولات على مدى 5 سنين عملت نمو في القيمة السوقية بتاعت الاهلي قيمتها كام؟ ما قلتش ان انت من 5 سنين كان عقد رعاية النادي الاهلي كام؟ قفز لبقى بكام؟ بسبب هذه النجاحات. ايوه، ما هو انت اصلا هيقول كده ازاي وهو مش مقر اساسا ان صاحب الاعلان والبث يهمه ده؟ هو ما بيقولش كده، هو بيقول ان دول بيجاملوا الاهلي اكنه عيد ميلاد. يعني هو عارف المؤسف فين؟ يعني انت اتكلمت على نموذج حسني عبد ربه، لا نموذج واحد زي ميدو احترف بره ولعيب محترف وينادى بالعالمي، وعلشان يخاطب الزمالك ورئيس الزمالك يقول لك خلاص مش هنسمح ان الاهلي ياخد اعلى مننا في البث. ما يعني ايه انت الحقيقه يعني ايه مش هتسمح؟ يعني ما عارف تبقى زعلان انك هترد على ميدو في الاجزاء دي يعني، لانه عاشها كامله. ايوه يعني مش معقوله الشباب دول هم اللي منوط بيهم احداث نقله وتطوير وهم بالمستوى ده يعني، يعني فقط ان انت بترضى الجمهور بيحولك علامه استفهام. هو يعني وانت كده بتحبط من اللي بيقوله، خاصه لما بيبقى الشخص في القيمه اللي حضرتك قلتها بيحبطك طبعا. يعني بتلاقي حتى ان الرد ايه؟ يا اخي اسكت احسن. بالظبط. لا تلاقي واحد زي كابتن طارق السعيد. طارق السعيد جه من الزمالك للنادي الاهلي، عمل تجربه في فتره قصيره ناجحه جدا وشارك في كاس العالم للانديه، لكن اتضغط عليه في مرحلة انه يقول ندمان انه لعب في النادي الاهلي برغم النجاح والمعاملة اللي لقاها في النادي الاهلي. تعرفوا انه بعد ما هدي شوية قال كلام تاني، لانه حد محترم اعاد ادراك الامور بشكل مختلف. نشوف. انك ندمان انك لعبت للاهلي وبعدين اعتذرت. ودي غلطة انا قلتها بصراحة، انا غلطت جدا ان انا قلت هذه الكلمه. ليه قلتها اصلا واعتذرت؟ ما والله عارف انت لما تبقى الشيطان راكبك في اوقات كده انت مش ملاك. انا نفسي مش عارف الكلمه دي طلعت ازاي مني. وبعدين اعتذرت بعدها لما لقيت رد فعل جامد، ومش عشان رد الفعل والله. يعني سيبك من رد الفعل، انا متعود على رد الفعل. ماشي. فازاي انا قلت كده؟ لان انا ما شفتش غير كل خير مع النادي الاهلي. طب طلعت منك عشان كنت زعلان مثلا من حاجه؟ لا والله انا بقول لك انا لغايه دلوقتي مش عارف هي طلعت مني ازاي. اوكي. يمكن هي طلعت مني عشان كنت في قناه الزمالك. يعني فطلعت منك عشان كده. ممكن. الاجواء خليتك تقول حاجه زي كده. لكن طبعا انا فعلا غلطت اني قلت كلمه زي ديت، لان ما شفتش غير كل خير معاهم بصراحه. عملت مره حيله مع كابتن جمال الغندور عشان كان هيديك انذار. وبعدين؟ كان عندنا ماتش اهلي وزمالك بعديها، وكابتن جمال كنت انا يعني قبل الفار بقى، يعني لو كان في فار كان زماني ايه كل ضربات الجزاء اللي جبتها ما كانتش فيها ضربات جزاء. ماشي. فانا وقعت وكابتن جمال لقيته جاي بسرعه جدا. ان هو هيديك انذار ان انت بتعمل سيميليشن. ماشي. قلت له والله العظيم انا وقعت بغصب عني وقمت. ماشي. والله العظيم يا كابتن ما فيها حاجه. وقام سايبني وما ادانيش الانذار، كان هيبقى انذار تاني مش هلعب مباراه الاهلي اللي بعديها يعني. وما ادالكش الانذار. الحمد لله ربنا. أوكي. كان رؤوف بيا بصراحه. طيب نقطتين اخطر من بعض. كابتن جمال الغندور، الزمالك بيلعب مباراه اللي بعديها مباراه القمه، فجه هيديني انذار، قلت له والله العظيم ما ادانيش الانذار والا كنت هغيب ماتش الاهلي. بس كمان طارق السعيد الراجل بمنتهى العفويه والوضوح والصراحه قال لك ساعتها ما كانش في فار، والحمد لله ان ما كانش في فار، لانه لو كان في فار ما كانش في اي ضربه جزاء من اللي خدتهم في حياتي كانت هتبقى صحيحه. ده كلام الكابتن فاروق جعفر اللي قال لك من 84، اللي هو بيقول لك استنطقه الله. لحظه مصارعه بس. ده الكابتن طارق السعيد يا جماعه اللي ياما اخذ ضربات جزاء مؤثره في مباريات الزمالك وفي نتائج الزمالك، هو بنفسه اللي بيتكلم. يا ريت يكون الكلام واضح للناس، لانه قال كمان حاجه مهمه جدا، قال لك انا دفعت ان انا في قناه الزمالك اقول ان انا ندمت على ان انا لعبت في الاهلي. هو بيعتذر على الكلمه دي وبيقول لك انا بصراحه ندمان ان انا قلت كده، لان انا ما شفتش في الاهلي الا كل خير. كل خير. انا كنت لسه يعني لو الحوار ذهب بيك للاكثر اهميه كنت اقول لك ده كمان الراجل بعفويه المواطن المصري قال ما شفتش الا كل خير. هات لاعب يا استاذ ابراهيم او حد من الساده المشاهدين حتى لو ما بيحبناه يقول لنا على لاعب حين غادر النادي الاهلي كان له اي شيء وظل طويلا يبحث عن حقوقه والمؤسسه ترفض او تضع عراقيل لعدم استكمال هذه الحقوق او حتى دفعها. مفيش النموذج ده خالص.
وليه تزكيه الروح السلبيه ديت؟ يعني ده برضو كلام هاني العجيزي قبل كده، الراجل قال لك وانا في الناشئين في الزمالك كان كل الكلام بيكرهونا في الاهلي. يعني يا جماعه ده كلام ما يصحش ابدا. بين الانديه ما ينفعش تعامل ناشئ على انه يكره منافس. ينتمي لناديه، يدافع عن ناديه، يخلص لناديه، يلعب بقوه وبروح مع ناديه جدا، بس يكره المنافس بهذا التكريه وغرس كل الحاجات السيئه وكراهيه التحريم وان الاخر سيء ما عشان يقنع الولد قال لك ده كان يقعدوا يقولوا لنا الاهلي بيكسب التحكيم والاهلي بكذا، كل الكلام بتاع المدربين. ولذلك انا استغربت لما لقيت حد من اللي ماسكين البراعم في الزمالك بيتكلم على الاهلي بالطريقه دي. ده وصلت بقى، ما هنا الخطوره التي لا يستشعرها من يدير المنافس اللي اسمه كبير وقد الدنيا الزمالك طبعا ويستحق اهتمام طبعا، فيطلع يقول لهم انتوا يا ولاد كذا ويا ولاد كذا والجزمه، يا نهار ابيض ايه ده؟ ما هي بتوصل لكده بقى خلاص، طالما الموضوع بقى كده هيبيع اي حد مقابل ارضاء الجماهير الثائرة الغاضبة من غياب البطولات. اللي عايز انت عايز تسمعها اللي يريحها هيعمل ايه؟ ما انت مش قادر تجيب له الحكاية اللي هي البطولة، ان الخطأ فين عشان اصلحه. بالظبط، اصلح الخطأ بالظبط، فيكون كمان عنوان جديد جدا وكأنه ما حصلش الا في العشر عشرين سنة الاخيرة، انه ممنوع تاخد اكتر من بطولتين. مين قال وحصل ازاي؟ طب لما خدت البطولتين حد قال بوم؟ طب لما كان الاهلي والزمالك في وجود الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه والرجل المحترم دكتور كمال درويش، هو ساعتها مش دي برضه كانت دوله الاهلي؟ مين اللي خد الدوري يا عصام؟ هو يا خبر ابيض، اخر دوري للاهلي مين اللي سلمه له؟ انا بقول لحضرتك عمرو الجنايني. عمرو الجنايني يعني يا جماعه ده زملكاوي اكتر من كل دول. ده الراجل قال على طب يعني انت دلوقتي اللي بيدير اتحاد الكوره جمال علام، الراجل مش اهلاوي. تتقطع ايدي لو جت جنب الزمالك. والوزير اشرف صبحي راجل ابن الزمالك طبعا، قبل كده المهندس حسن صار بيدير الوزاره والاهلي بياخد 7 دوري في عهده. ما يبقى الاسهل ايه؟ ان انت تتهمه انه ما بيحبش الزمالك. طب وحيدر باشا كان ما بيحبش الزمالك؟ ده حيدر باشا رئيس نادي الزمالك. ايوه لك وزير الحربيه ورئيس اتحاد الكوره. لو جه يقولوا وبعد منه المشير عامر. لو جه يقول في بين الاثنين يا جماعه الاهلي خد الدوري 9 سنين متصله. ده المشير عامر ابن اخته كمان رحمه الله الجميع. ما هو المشكله هنا ما حدش لقى لها تخريجه، لانه حيدر باشا كان في زمن الملكيه بدا بعد منه بعد ثوره يوليو عبد الحكيم عامر لا رئيس اتحاد الكوره. لا ده لو جه بقى يقول اصل ده من النظام البائد الملكي. طب ما اصلا انت بتقول ان الملكي والملك فاروق كان رئيسا للنادي فملقوش حل، فنروح لعبد الحكيم عامر الرجل الثاني في الثوره العظيمه، وبالتالي يعني الحقيقه يعني الجمهور بصراحه بدا يفهم. انا يعني في بدايات كده، وان كان برضه في الاخر مش قادر يا عيني، ما هو عايز يرتكز على حاجه. هو عمل زي طارق السعيد واقع تحت وطئه ضغط ان انت عايز تلبسه كلام معين، عارف الفيلم مش عايزه يفهم الحقيقه. يعني فعلا الافلام بيبقى فيها حاجات دمها خفيف ينفع نسكت بيها. في فيلم كده كان بتاع الشيماء او حاجه، فعايزين يبوظوا صلح الحديبيه، فجابوا واحد كده الراجل كان سمعه الجميل ده بجاد ومش عارف مين وكده، ومن الذي قتلكم؟ خزاعة. من الذي كسر احلامكم؟ خزاعة. من خزاعة؟ اذن يا عشان يخلوا بني بكر دول يروحوا يعتدوا على قبيله فالدنيا تقوم. ليه؟ طيب طارق السعيد سئل كمان من الزميل كريم خطاب عن الفرق بين الاهلي والزمالك زي ما عاش في الاثنين، لانه كمان تجربته في الزمالك كانت تجربه كبيره وناجحه الحقيقه. نشوف طارق السعيد شاف بين الفرق ايه. الاهلي دايما في مقوله كده بتتقال على الاهلي انه مختلف عن اغلب الانديه في مصر او كل الانديه في مصر. ايه اللي مختلف في الاهلي ومش موجود في انديه كتير في مصر؟ الاداره. الاداره عندها ثبات، عندها سيستم بتمشي عليه. اي لاعب بيخش منظومه النادي الاهلي بيبقى داخل زي ما بيقولوا بيدوب جوه المنظومه، بيدخل يتعامل مع اللعيبه، بيدخلوا كانهم عيله واحده، وديت من النقط الايجابيه جدا جوه النادي الاهلي، ودي انا عشتها لما رحت النادي الاهلي. دي النقط تسبب نجاح مع جماهير طبعا كبيره جدا بحجم جماهير النادي الاهلي، مع الباور العالي جدا من النادي الاهلي سواء اعلاميا سواء
في الوطن العربي كله يعني مش في مصر بس، فكل ديت نقطة تنجحك طبعا. تيشيرت النادي الاهلي اصلا لوحده يعني بيديك قوه داخل الملعب. مش عايز كلام. شخصيه الفرقه يعني دايما بيتقال برضو ان الاهلي هو يعتبر في دوري ابطال افريقيا زي ريال مدريد كده في دوري ابطال اوروبا، اللي هو الفرقه اللي بتنزل مهما كانت حالتها الفنيه كعبها عالي نفسيا. هل ده من التاريخ، من البطولات، طبعاً من طبعاً. الثقه، من الجمهور، من الاضاءه، منين؟ هي عوامل كلها على بعض، كلها على بعض. بس اولها انا شخصيه البطل. اوكي، هو بطل واكتر من اخذ هذه البطوله، صح؟ فانت اي فريق بتلعبه ده انا بلاعب بطل يعني، فانت بتتخض، صح؟ لكن انت لما تيجي في افريقيا لا، في فروقات فروقات. النادي الاهلي في حته وكل الفرق الافريقيه الثانيه في حته، هتلاقي فرقتين ثلاثه. صن داونز الترجي دلوقتي مش موجود اصلا، الترجي بقى زي زمان خالص، صح. الوداد على فترات شويه، الرجاء على فترات، فانت دايما، لكن اللي محافظ على اسمه دايما ودايما في النهائيات ودايما بيوصل لابعد النقاط هو النادي الاهلي، صح. فهو النادي الاهلي بحجم اسمه بحجم بطولاته كل الناس لازم تخاف منه. أوكي. فدي بتعمل رهبه لاي فريق، خلي بالك. ده كلام والله مهم جدا يا جماعه، لانه الراجل بمنتهى الوضوح الكابتن طارق السعيد قال لك هي شخصيه البطل. انت الاداره الناجحه عامله نموذج مستقر، تراكم البطولات والانتصارات اللي بيحققها عملت شخصيه بطل. قال لك حتى مش في مصر، في افريقيا الاهلي في حته وبقيه فرق القاره في حته ثانيه. وكلامه ليه ادله كمان، هو الراجل قالها باستحسان وردا على كلام صادق هو عاشه، لكن ما هو في ارقام، في 6 من 7 الاهلي ده، بس انا بتكلم عن الكتله دي، واربعه من اخر 7 سنين انت لعب فاينل 6 مرات، 6 مرات واربعه من 4، وهو رقم عالمي جدا طبعا. هذا يعني تفسير اللي بيقوله الكابتن طارق، لانه ده معناه ان الناس في الاداره، الاداره دي مش مجلس الاداره بس يا جماعه، دي الادارات المختلفه في النادي الاهلي اللي بتجمع كل حاجه عند صانع القرار على الترابيزه. الكابتن خطيب المفوض بالشان الكروي دايما تسمعوا حضراتكم لما بيبقى فيه قرارات مخول صلاحيتها بحكم خبراته، والتخويل ده يجي يعرضها قبل، يجي يعرضها قبل الموافقه النهائيه على شركاء العمل، كل واحد عنده ملف. وبالتالي الرقم ده ما ينفعش بقى ان كمان الكاف مع الاهلي والفيفا اللي بيبعت كل شويه رسائل يا جماعه للنادي الاهلي ما بين مباركات، ويعني وهذا تقدير. فرضيه تقديريه بيعملها مع كل الانديه النابهه، لان هو يبغى التنميه في كل البقاع. طبعا القاره العجوز كده كده سابقه، لكن لما يبقى الشرق الاوسط في النموذج ده، اهلنا العرب والفيفا، معقول كل دول بيتواطؤوا مع الاهلي يا جماعه؟ يا والله كده غلط، والله كده غلط بجد. يعني فعلا تبدا تقول ايه، واحد ياخد الكلام ده بجد الحقيقه يعني. بس انا معاك بقى في حته مهمه، لازم الناس تتخلى عن المشاهده بتاعت كل الذين يبثوا هذا، لانه طبعا حضرتك عارف، معرفش جمهورنا العظيم يعرف ولا لا، العدد يا جماعه في الاعلام البديل ملوش دعوه انت بتهينه، انت يعني على كذبه مبسوط ولا متضايق، هو كده كده عاوزك، حتى لو انت بتقول فيه يعني حتى كل وانت بتشتم عليه وانت بتتفرج المهالك، بس في النهايه هو رقم، وبتوبخ وبتقول له اتقي الله وكذا، هو رقم. وبرضه هو خد منك اللي هو عايزه. وبرضه الحقيقه انا مع حاجه مهمه جدا وبقولها في قناه الاهلي اهو، حيث تتحدث كما تشاء على الإدارة المعنية بشؤون النجوم والمدربين، لا في برامج، لا ومش حكايات بقى لما تنتصر يروحوا وخلاص، لا لا خالص، لأن كل واحد معروف أجندته، كل اللي عنده مشاعر سلبية يعني ضدي ما تعملش، لا كفاية بقى، لأن الجمهور كمان بيقول لك ما هو الكابتن راح وعلي راح ومحمود راح، لا دي محتاجة على الأقل إعادة نظر يا جماعة، عشان كله يراجع نفسه، يا إما هو كمان يراجع نفسه ويبقى فير، ما حدش عايزه يبقى مع الأهلي، لا يحتاج أحد معه. لكن لما تروح لبرنامج ولاقيه مطلع النهارده مش عارف امبارح واول مين هيتباع وضغطه وزعلان وناقص يقول لك ما راحش التمرين، لا. وبعدين طبعا بياخدها تكئه، واحنا عارفين اجندته بالذات بقى، بياخدها تكئه ويقول لك ايه، ما انا ببقى مع الكابتن سيد كل يوم. أيوة. وهو مش عارف ان الاداره بحسن البيان لما بيبقى في حاله منفرجه وراحات بيقول لك يا عم زي ما بنغلق على الاعلام علشان نشوف شغلنا، يا عم اللي عاوز حاجه اتكلمه، لكن انا الاوان
ان حسن النيه ده لا الحقيقه يعني صحيح. والله اطلب يعني مراجعتها بصراحه شديده. ده كلام مهم جدا. وهناك اصوات اخرى موضوعيه وعاقله ولما بتتكلم فنيا بتنصف الاهلي من نادي الزمالك ايضا. الكابتن خالد جلال نشوف رايه في اداء الاهلي مع كولر. كولر انا بقول ان هو ناجح نجاح كبير جدا، ان هو عارف يطلع اكبر انتاجيه من اللعيبه دي. صحيح. ازاي احنا في وقت من الاوقات كنا بنقول قفشه بيقعد، لا هو ابتدى يفكر ان هو عنده اربعه في قلب الملعب، الاربعه لو احنا قعدنا كده نقول مين اللي هيلعب فيهم، فهو ابتدى يفكر ازاي يلعب ثلاثه منهم. في البدايه هو اتعرض لانتقادات كبيره جدا، واحنا قلنا عمليه الروتيشن دي في اهلي وزمالك بتبقى صعبه جدا. لما بتقعد لعيب بيبقى مهم عندك في ماتش مهم، ممكن لو حصل اي دروب في النتيجه بتحصل مشكله، فازاي ان انت تدور الدنيا دي بدون مشاكل بمنتهى الكفاءه، ان انت بتشيل ده وبتحط ده ما بتحسش بفارق كبير في المستوى ده، اعتقد ان هو نجاح مستر كولر في تدوير ومش انا ما بقولش، خلي بالك يا ميدو، انا ما بقولش على المدرب مكسب فقط، عمري انا كمدير فني ببص على المدير الفني اللي قدامي ازاي بيشتغل، اسلوبه ازاي، بيكسب، استحواذه، طريقه ادائه، اللعيبه فايقه، بيستخرج اكبر انتاجيه زي ما انا قلت. فاعتقد ان كولر مستر كولر انا بحترمه جدا، مش عشان النتائج، عشان طريقه تدويره. وعلى فكره باقل زي ما الكابتن ضيا قال، باقل مجهود النادي الاهلي النهارده لعب ونتيجه مريحه وعملوا الروتيشن زي ما انت قلت يا ميدو، كل حاجه عملوها بارتياحيه شديده. عصام كابتن خالد جلال منصف لكولر وكل الشغل اللي بيعمله خاصه في التدوير في الفريق. شخصيته كده من البدايه، وانت تعرفه وانا اعرفه منذ كان لاعبا، هو شخصيه تحترم انها موجوده في فيلد، الفيلد ده اسمه رياضه وفرع كره القدم، وفي متلقي هو بيتقي حتى الله في المتلقي يا سيدي. بقى فكره واحد من ايضا من اللي بينصفه دايما البرنس اشرف قاسم، كلامه ربنا يا رب يعني يعافيه يا رب ويديله الصحه من الشفاء ان شاء الله. نشوف ايه رايك في الاهلي وامبي النهارده؟ بص الاهلي ماشي بخطوات ثابته جدا كاداء ومستوى واسلوب لعب وطريقه لعب والسعي ورا التاكيد على الوصول للهدف هو الحصول على بطوله الدوري. أيوة. ويمكن برضه في ايجابيات كتير جدا في النادي الاهلي بقى لها فتره من خلال البطوله الافريقيه، واكيد انعكست على بطوله الدوري. المباراه النهارده بينت لك برضه ان الاداء نفسه هو اللعب بالشكل الجماعي او الاسلوب الجماعي اللي بيلعب بيه النادي الاهلي على مدار المباراه كلها. النادي الاهلي بيلعب بشكل هجومي منظم جدا، بيبقى عارف هو عايز يعمل حتى لو كسبان اثنين او كده بيلعب برضه لنهايه المباراه بيلعب بنفس السيستم يعني ما بيهديش الريتم، لا اللي بيبتدي بيه بينهي بيه. أيوة. هو مش بيهدي الريتم، في اوقات بتحس النادي الاهلي بيرتم او نقلات الكوره او التمرير الكوره تحت رجليه او التمرير في استحواذ، بس الاستحواذ المره دي للنادي الاهلي ايجابي لقدام. ليه بقى؟ هو الايجابي يعني بيعمل استحواذ وبيعمل اختراق عشان ينهي على الجول. أيوة. والكرات اللي انا بيها الهدفين اللي احرز بيهم ده كان بدايتها تمريرات من رجل لرجل بسرعه، وبعدين بتنهي على، حتى الفرص اللي اتيحت لي كانت برضو من تمريرات سليمه. أيوة. ووصلت ان هو نهى بها على الجول. الحقيقه كابتن اشرف قاسم انصاف للاداء الجمالي بتاع الاهلي، يعني حتى هو بالتمرير الكتير هدفه استغلال الفرصه عشان يعمل تمريره يسجل. هو راجل بيقول بمصداقيه. عشان كده يعني اولا محترم بندعي له بالشفاء، لانه النموذج ده يا رب ربنا يديله الصحه، النموذج ده مطلوب. النموذج ده وكانك بتلاقي اللي هي احدث حاجه في اطفاء الحرائق، الفوم والحاجات دي، مش مجرد الميه. ليه؟ لانه فعلا الناس دماغتها شتى من ابراهيم، وبرضه اللي يطلع لك برضه قلبي جامل ويقول لك الحسود لا الاهلي لن يذهب نحو البخور واطلاق السحور وصندوق النزور، لا 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 مش سكتنا، مش سكه النادي الاهلي، لا مع احترامي حتى للي بيقولها بحب، لا ابعد يا شطان،
اعوذ بالله، ولا اذبح يا ابني ولا من لا لا لا. كل لعيب في النادي الاهلي هو عضو في المجتمع، يعرف متى يتصدق عشان بس ايه ما حدش يفكرنا يهوذا يعني. لا، يعرف متى يتصدق ويعرف مخارجه ويؤدي واجباته الدينيه وكذا. وبالتالي ابعدونا عن المنطقه دي حتى لو بحب، نرجوكم اتركوا العمل. واحنا مره والله تقريبا كنت انا وابراهيم من سنين كده قلنا لو كانت الحكايه كده الكعبه والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه لفازت السعوديه بكاس العالم كل سنه. طب. مش كل اربعه، كل طب. سنه طب. ولا حد يقدر يهاوب، لكن هناك رب العباد اللي خلاها بالعمل اللي قال اعملوا. طبعا. بس فده برضو من الحاجات اللي بتضايق الناس، انك انت في محور العمل ما حدش قادر يلاحق معاك. طب الاهلي يعمل ايه؟ يعني يبطل شغل؟ الحقيقه انا مش فاهم. ما يعملش فرع رابع؟ طب لو جاء فرع خامس فيبقى الخلاف هو صالح سليم الله يرحمه اللي جابه، ولا الوحش، ولا كابتن حسن، ولا مرتجي، ولا محمود طاهر، ولا محمود الخطيب. يا عم النادي الاهلي، ايوه يا عم، اللي هو فكره فوق الجميع، اللي مضايق النادي فوق الجميع هم. والحقيقه احنا معاهم برضو في اوقاتنا الخاصه، احنا حرين بقى ما دام الحكايه كده. لكن في العام الحمد لله بنحترم نفسنا. اي حد فينا في المكان العام في الاعلام كل واحد واخد شريحته، لكن فيما هو خاص وده مش عيب يعني. وما تصدقش فكره المحايده، لكن الموضوعيه تصدق فكره الموضوعيه والامانه اللي التاريخ هيجيبها. وبالتالي يا عم فوق الجميع هم والله العظيم هم، مش اي حد تاني. عصام انا سعدنا بيك النهارده جدا ان شاء الله. بس طبعا اجمل حاجه انه يعني المهندس عدلي عمل الحاله بتاعت ايه، ان الناس عارفه ان هو كالعاده عمره ما يبقى موجود الا خارج الاهلي يعني، الا لو في حاجه. وبعدين مكان عدلي ده مكان كبير، يا رب دايما يكون منور. هو قيمه وانت قيمه. طبعا طبعا. وسعدنا جدا بك حبيبي. شكرا جزيلا للناقد الرياضي العزيز الاستاذ عصام شلتوت، واعتقد استمتعت بارائه الاعلاميه في قراءه هذا المشهد المرتبك، واستمتعت قبله بالكابتن ضياء السيد وقراءه فنيه في ملف الاهلي وكره القدم ومارسيل كولر وبصمته. كل التوفيق للاهلي ان شاء الله تعالى مساء الجمعه امام طلائع الجيش، ثم مساء الاثنين القادم امام سيراميكا كليوباترا، ليتفرغ بعدها للمهمه الكبيره. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير.